فكري مع البشري مع الروح مع الريحان مع الدر مع الخير مع الذكر مع القرآن. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم ومرحبا في لقاء جديد من لقاءات القرآن الكريم نعيش فيها مع كتاب الله تبارك وتعالى، نتعلم حكمه وأحكامه ونتعلم كيف يتلى، سائلين الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن حجة لنا لا علينا، وأن يجعله قائدنا إلى الجنة، وأن يجعله حجة لنا أجمعين، اللهم آمين. كما نسأله تعالى أن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يرزقنا العمل بما فيه. الأحبة في الله، وفي البداية قراءتنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى من صفحة 36، صفحة 36 من سورة البقرة، لمن يقرأ من مصحف المدينة، وبدءا من الآية 225، آية 225 لمن يقرأ من غير مصحف المدينة. في البداية نواصل درس التجويد، كنا بدأنا في مخارج الحروف، تحدثنا عن المخارج العامة والخاصة، تحدثنا عن مخرج الجوف، وذكرنا أن الجوف يخرج منه ثلاثة أحرف أصلية، هي حروف المد الثلاثة، الألف والواو والياء. الألف الساكنة المفتوح ما قبلها ولا تكون في اللغة إلا هكذا، الواو الساكنة المضموم ما قبلها، الياء الساكنة المكسور ما قبلها، تلك هي حروف المد، وكذلك تسمى حروف العلة. الواو والياء ممكن تكون حرف مد ولين، ويكون في هذا الوقت مخرجها الجوف أيضا، وهي الساكنة المفتوح ما قبلها في مثل بيت خوف، ولكن في حالة الوقوف عليها فقط تأخذ حكم المد العارض للسكون، وتحدثنا عن الفارق بين المد العارض للسكون الأصلي والمد العارض للسكون اللين. ونذكر نقول لو أنا بندي المد العارض للسكون الأصلي ست حركات مثل المستقيم، ندي العارض للسكون اللين اثنين أو أربعة أو ستة، ولا بدي العارض للسكون الأصلي أربع حركات، يجوز في العارض للسكون اللين حركتين أو أربعة، ولو بدل العارض للسكون الأصلي حركتين لا يجوز في العارض للسكون اللين إلا حركتين. إذا نقول العارض للسكون إذا كان حرف مد ولين في الواو والياء الساكنتين المفتوح ما قبلهما، فلا يجوز بحال من الأحوال أن يزيد في مقدار مده عن العارض للسكون الأصلي، وإنما يجوز أن ينقص عنه. ذكرنا أن المشهور في اللين قصر توسط مد في حال الوقف عليه مثل مد العارض للسكون 2 4 6، والبعض ذكر أن القصر والقصر المحض لا حركات فيه. أقول لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف،
فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بالقصر المحض. وذكرنا أن الواو والياء ممكن تكون حرف علة أو حرف صحيح أو حرف شبيه بالصحيح. ننتقل، ذكرنا أيضا أن الجوف يخرج منه حرفين فرعيين وهما الألف الممالة بين الألف والياء، ولم توجد عند حفص إلا في بسم الله مجريها، وكذلك الألف المفخمة على قول من قال إنها حرف فرعي مثل خالدين، الألف في خالدين، وما شابهها مثل طائعين. ولعله معلوم لديكم أن الألف من حيث الترقيق والتفخيم تأخذ حكم ما قبلها، إذا كان ما قبلها مفخما تفخم مثل صالحين الضالين، وإذا كان ما قبلها مرققا ترقق مثل تائبين عابدين حامدين ونحو ذلك. الجوف مخرج عام وخاص، بعد ذلك من المخارج العامة مخرج الحلق، وينقسم إلى ثلاثة مخارج خاصة، وهي أقصى الحلق، وسط الحلق، أدنى الحلق. أقصى الحلق يخرج منه الهمز والهاء أحرف أصلية، والألف المسهلة أو الهمزة المسهلة بين الهمزة وحرف المد حرف فرعي. وسط الحلق العين والحاء، أدنى الحلق الغين والخاء. أقصى الحلق تخرج منه الهمز والهاء لحروف أصلية، والهمزة المسهلة بين حرف فرعي. ينتبه طبعا عند النطق في الهمزة عدم نبر الهمز، نبر يعني متكلف، لا أقول مثلا عند الوقف عليه السماء السماء، لا، وإنما السماء. وليعلم أن الحرف يحدث جرسه أو صوته، أو يتميز صوته ويتحيز إما بمفارقة المخارج أو انطباقها. يعني الهمزة مثلا عند النطق بها إذا كانت ساكنة يكون نطقها بانغلاق الوترين الصوتيين، السماء، حصل انغلاق، السماء، حصل انغلاق. أما إذا كانت متحركة يكون صوتها بانفجارهما، لأن يسمون الهمزة يسموها حرف انفجاري أو يسمونها انفجارية، أو نقول بتجافي الوترين الصوتيين عن بعضهم، الوترين يكونوا مغلقين ثم يحصل تجافي بينهما فيحصل صوت الهمزة، هكذا. الهاء الوترين الصوتيين بيكونوا في أقصى اتساع لهما دون الاتساع في أحرف المد، فلا يحصل انطباق للأوتار الصوتية. الهمزة كما ذكرنا يراعى عدم النبر فيها، النبر الزائد، السماء، لا هذا خطأ، السماء وخلاص انتهى الأمر، السماء، هكذا تكون الهمزة. كذلك لابد من تحقيق الهمز عندما أقرأ، الهمزة ما تموتش مني وأنا بقرأ، لا تضعف، الهمزة قوية، لأن الهمزة شديدة مجهورة. وإن كان يعني مجمع اللغة العربية في المعجم الوسيط ذكر أن الهمزة لا توصف بجهر ولا همس. المقصود الهمزة فيها قوة،
لا أقرأ مثلا صراط الذين أنعمت عليهم، فين الهمزة؟ ضاعت. صراط الذين أنعمت عليهم، لا هذا خطأ، وإنما صراط الذين أنعمت عليهم، أظهر الهمزة، هذا هو النطق السليم. كذلك الهاء نفس القصة برضك، ما تروحش مني ما تضيعش، ما تموتش مني ولا أقرأ. ويهديهم صراطا، لا ويه ويه ويهديهم، اهدنا مش اهدنا، اهدنا ايه اهدنا، يحصل صوت متميع، لا هذا خطأ، عبارة عن جهر وخلاص، لا هذا خطأ رغم ان الهاء مهموسة، فينتبه لها. كذلك عند الوقف عليها، إني جاعل في الأرض خليفة، خليفة هكذا مش خليفة، خليفة، وفين؟ أين الهاء؟ ما عادش عندنا هاء، هذا من الخطأ. وسط الحلق يخرج منه العين والحاء، العين والحاء لابد تكون واضحة، العين حرف ناصع مجهور، الحاء مهموسة، لابد أن يتبين جهر العين وهمس الحاء. لا أنطق حاء مميعة، والعين أحيانا برضو بتعوم، برضو بتضعف، لا تتحيز في مكانها جيدا، لا، اعملوا اعملوا، هنا من مخرجها، اعملوا أنعمت عليهم، مش اعملوا اعملوا أنعمت عليهم، العين لا تخرج محققة من أي مكانها من الخطأ. الحاء ما نضغمهاش في الهاء، مثلا كلمة إيه؟ سبحه، ما أقولش سبحه سبحه، لا سبحه. معنى اتصال، حجة فاطمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الملك. وحياكم وبارك فيكم. الله يخليك ويبارك فيك، وعودا حميدا، بقالنا كتير ما شفناكش. يلا ماشي تفضل. أبدأ إن شاء الله. تكل على الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. رقاق الهمزة شوي. نعم. تربص أربعة أشهر. أحسنت. فإن فاءوا فإن الله غفور. تاني فإن فاءوا فإن الله. فإن أقول من أول فإن فاء. ماشي ماشي. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. برضو كنون فإن الله تاني. فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن. عززنا يتربصن تاني. يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. أحسنتي. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر،
وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. أحسنت يا حجة فاطمة بارك الله فيك. الله يخليك. الأول يؤاخذكم بما تقرأينها بالانفراج ولا بتلامس الشفتين؟ لا يؤاخذكم أول الآية ولا أول سطر فوق، ولكن يؤاخذكم بما تقرأين؟ ولكن يؤاخذكم بما بتلامس الشفتين. الإخفاء الشفوي بتلامس الشفتين. نعم أحسنت بارك الله فيك. طيب الهمزة في مثل أربعة. نعم. لكي أنطق بها مرققة مضبوطة. نعم. قبل الحرف المفخم ذكرنا احنا ايه ضابط كده، ضابط أدائي تذكرينه؟ تربص أربعة. ذكرنا ان الشفة بتنزل، الشفة السفلى بتنزل والاسنان الثنائية السفلى بتبان من الشفة، تبقى لكي انطق بالحرف مرقب. طيب اربع. ار ار نعم ار وبعدين دايما عندما انطق الحرف المرقق واذا كان بعده حرف مفخم انتبه للحرف المرقق جيدا، نجيب الحرف المرقق الاول ثم بعد ذلك ننتقل للحرف المفخم. نعم ايوه احسنت. طيب يؤاخذكم الله، كلمه يؤاخذكم عند الوقف عليها فيها كم وجه؟ فيها وجه واحد سكون محض، ما فيش روم ولا اشمام. لا. طب دي مضمومه؟ لا، عشان في التقاء الساكنين. في التقاء الساكنين احسنتي. طيب العلاقه بين في كلمه لا بين اللام والالف مثلين متقاربين متجانسين متباعدين؟ فانهي ايه اول كلمه لا يؤاخذكم؟ كلمه لا. عشان حضرتك السؤال بقى ايه بعد اذنك؟ العلاقه بين المثلين متقاربين متجانسين بين اللام والهمزة، بين اللام والالف. الالف ساكنه ما فيهاش ولا فيها هيبقى روم ولا اي حاجه. مش في الروم والاشمام. اه العلاقه ايه؟ هما مثلين متقاربين متجانسين متباعدين. لا متباعدين. طيب والكلمه الثانيه؟ الكلمة الثانية ايه اللي هي يؤاخذكم؟ لا في كلمة لا يعني اللام هي عبارة عن حرفين اللي هو ساكن ومتحرك واللام والالف. تمام، احنا قلنا حروف المد. نعم. ايه نظامها في العلاقة مع الحروف؟ مع حروف ذكرنا ان حروف المد ساكنة، حروف ساكنة. ايوه لا علاقة يعني ما فيش علاقة بينها. لا ما فيش علاقة. ايوه ماشي أحسنت يا حجة فاطمة بارك الله فيك وجزاكم الله خيرا. أدنى الحلق الغين والخاء، الغين والخاء كلاهما مفخم فينتبه إن قرأتهما، لا أقول مثلا خالدين خالدين، لا خاء خاء. والحرف المفخم أراعي عدم ضم الشفتين كما أضم مثلا في الضم أو الواو، لا هذا خطأ، لا أقول خالدين خالدين طائعين ولا الضاء، ونجد بعض الناس بيمد الشفتين مد زائد او قدر غير مطلوب في نطق، هذا من الخطا في نطق الحرف المفخم، وانما المخارج تلقائيه في موضعها، تغير شكل المخرج بيكون بصفه تتناسب مع الحرف المقروء. قل ايه؟ خا خا خالدين غائبين غالبين، ولا اقول غا. نأخذ اتصال ونعود إليكم. أم أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله عنا كل خير وبارك الله فيكم. وجزاكم وبارك فيكم. الحاجة أم أحمد منين؟ منصورة. نصرنا الله جميعا.
امين يا رب العالمين. وردنا الى ديننا ردا جميلا. امين يا رب العالمين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. فإن رققي الدال الثانية. نعم. حدود الله. حاضر. ألا مضبوط ماشي. حدود الله. أحسنتي. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا لسه مصححينها. نعم. لسه مصححينها. رققي الدال الثانية لأن الجماعة اللي مستواهم كويس بركز لهم على كل حاجة. بارك الله فيك. ماشي. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد هاتي من بعد تاني وقفي عليها. نعم. هاتي من بعد تاني وقفي عليها. حاضر. فلا تحل له من بعد. ايوه من نعم. بعد. نعم قلقلة. أيوة. فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. أحسنت يا حاج أم أحمد ما شاء الله. تمام. بارك الله فيك. بس كلمة حدود الله. حاضر. اسم الجلالة عند الوقف لا غير حدود بلا. نعم. يبين الهاء شوي. حدود الله. تمام. نعم. وكلمة يعلمون بقى عند الوقف عليها آخر كلمة أنت قرأتيها. نعم. كلمة يعلمون فيها كم وقف وكم وجه؟ ثلاثة. مضبوط. نعم. ثلاثة مد عرض للسكون. تمام. فيش رام ولا إشمام؟ لا رام ولا إشمام. ولا عندي سيبويه حتى؟ نعم. ولا عندي سيبويه ما اعرفش بقى عن السؤال ما اعرف مش عارفه ان كان عنده ولا ما عندوش بس سيبويه عنده ماشي لكن انا في القراءه ما فيهاش روم ولا اشمال لا لا ما عندي تمام احسنت طب لقوم اللي قبليها نعم لقوم نعم اللي قبليها عندما اقف عليها نوع المد ايه؟ نوع المد اثنين بس لقوم انا عاوز نعرف نوع المد اسمه نوع المد إيه؟ مد طبيعي ولا مد لين؟ لقوم لين مد لين اه ليه؟ نعم لين ليه؟ لين لأنها ساكنة الواو ساكنة الواو ساكنة واللي قبليها؟ واللي قبليها مفتوح تمام نعم عند الوقف عليها تاخد كم وجه؟ تاخد ثلاثة اثنين أربعة ستة تمام فيها روم أو إشمام؟ لا روم ولا إشمام ليه دي مكسورة؟ نعم مكسورة فيها واجب الروم مكسورة فيها الروم؟ مش الروم يدخل في المكسور؟ والله الروم والإشمام ده بالنسبة لي صعب شوية لا ما أداؤه ممتاز يا الحاج أم أحمد لابد يقوي نفسه شوية بارك الله فيك وأنا وراك لغاية ما تتقني الروم والإشمام إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بارك الله فيك يا حاج أم أحمد الله عنا كل خير في الكرم وجزاكم معنا الحاجة كريمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اهلا بيك يا شيخ كرم، بارك الله فيك وفيكم، بارك الله ان شاء الله. مرحبا بحضرتك. اهلا بحضرتك، اتفضلي ان شاء الله. اتفضلي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. عاوز نسمع فإن الله تاني. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. ماشي. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. أنا عايزك تركزي في النون، تنطقينها مرققة ثم تنتقلين إيه للام اسم الجلال. فإن الله. تمام. فإن الله سميع عليم. أحسنتي. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. عاوز التاء بتاعت المطلقات ترقق شوية. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. أيوة، رققها همزة رققها همزة شوية. في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم. أحسنت يا حجة كريمة. الله يكرمك. كلمة حليم آخر كلمة في الآية الأولى. أيوة. عند الوقف عليها. عند الوقف عليها نقف عليها بثلاثة عرض للسكون وثلاثة إشمام وواحدة روم، بسبع أوجه إن شاء الله. أحسنتي. طيب العلاقة بين اللام والياء فيها. الياء دي حرف مد ساكنة، يبقى ما فيش علاقة بين المتحرك والساكن. لا، ما نقولش ما فيش علاقة بين المتحرك والساكن، ليس يعني كذلك. ماشي. أيوة. يعني مثلا وإن عزموا. أيوة. وإن بين الهمزة والنون في علاقة، رغم إن الهمزة متحركة والنون ساكنة، في علاقة. مش فاهم حضرتك إيه يعني. لا، هو الضابط اللي حضرتك ذكرتيه، لأن مفيش علاقة بين المتحرك والساكن، ليس كذلك. أمال إحنا بنميز بين كبير وصغير ومطلق إزاي؟ أيوة. بالحركة والسكون. أيوة، دي هتبقى مطلق. لا، هنا مفيش علاقة، لأن عشان الياء حرف مد. عشان المد حرف مد. أيوة. والسبب إن مخارج مخرج حروف مخرج. المد مخرج إيه؟ ملهاش مخرج. مخرج مقدر، مش مخرج محقق. محقق. أيوة. فعلشان حروف المد مخرجها مخرج مقدر، بنقول مفيش إيه؟ أيوة، مفيش علاقة. أيوة، مفيش. طيب، خدنا قلنا وإن، وإن العلاقة إيه؟ بين الهمزة والنون. فين حضرتك؟ الواو مخرجة من الشفايف. من الشفايف ولا من الشفتين؟ مش من الشفتين، والهمزه مخرجه من الحلق. الحلق كله؟ ايه؟ نعم. الحلق كله؟ مش لا، من اقصى الحلق الهمزه. تمام، يبقى العلاقه بينهم ايه؟ متباعد. متباعدين. متباعدين ايه؟ متباعد الواو هي حضرتك النون ساكنه؟ وإي وإي. احنا حاليا بين الواو والهمزه. ايوه. إذا كانت هي أني معلش أني آية، طيب أشوف عشان من غير آية ولا بالعبقرية كده. وإيه؟ ما هو الاثنين لو اثنين متحركين هيبقى كبير. كبير، تمام. أيوة، لو هما ساكنة الثانية ساكنة هتبقى مطلق. طيب، عندنا الهمزة متحركة والنون ساكنة. الهمزة متحركة والنون ساكنة هيبقى مطلق. لو الهمزة متحركة. تمام، أحسنت. والنون ساكنة هيبقى مطلق. أحسنت يا حاجة كريمة، بارك الله فيك. جزاكم الله خيرا.
معنا أم علي. أم علي. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وجازكم كل الخير عنا. وفيكم بارك الله. الصلاة أجزينا جميعا الله. الجنة. اللهم آمين. اللهم بغير مناقشة حساب ولا سابقة يا رب العالمين. ماشي تفضل يا حاج أم علي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما. طب ترقق الدال شوية. حدود الله. نعم. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل. فخمي غنة النون شوية. نعم. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. تنكح إخفاء. حتى تنكح زوجا غيره. في إخفاء يا حاج أم علي. نعم. تنكح أنه ساكنة بعدها كاف. حاضر. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. تمام أحسنتي. بارك الله فيك. طيب كلمة الطلاق أول كلمة أنت قرأتيها. نعم. عند الوقف عليها سكون. الطلاق. في كم وجه؟ وجهين. طيب مش مادة عارف للسكون؟ أنا حضرتك أنا لسه مبتدئ فبتعلم من حضرتك. طيب مش سهل أنا في الرام ولا في الإشمام؟ أنا مش سهل. نعم. في الرام ولا في الإشمام؟ نعم. بعيد عن الرام والإشمام. مش في مادة عارف للسكون؟ نعم. انت مستواك كويس يعني ما شاء الله، فمفروض يكون نظري كويس برضو. ربنا يبارك في حضرتك. عندما نقف على الطلاق مد عارض للايه؟ للسكون. بياخد كم حركة؟ 2 4 6 حركات. مخير انا فيهم نقول اللي انا عايزه؟ نعم. لا مخير ابتداء في بداية القراءة. نعم. لكن لو بدأت باثنين يبقى 2 على طول، 4 يبقى 4 على طول. نعم. مظبوط؟ نعم. 6 يبقى 6 على طول. نعم. بيقولوا قاعدة واللفظ ايه؟ نعم. واللفظ في نظيره كمثله. طب القاف عندما اقف عليها مش بتقلقل؟ نعم. طب حروف القلقله ايه هي؟ الطلاق. حروف القلقله. حروف القلقله. طيب الدال والقاف. تمام. والعين والعين والخاء. لا العين لا. لا. قطبه ايه؟ نعم. قطبه كتب جدة. تمام اهو انت حافظاهم. بس بقالي فترة بصراحة كنت تعبانة ومنقطعة، فسبحانك يا رب بحاول ان شاء الله اتعلم من حضرتك. نسأل الله لك العافية. نسأل الله ان يشفيك شفاء لا يغادر سقما. اللهم امين يا رب. ونذكرك ما نسيتي. اللهم امين يا رب. بارك لنا في حضرتك وجميع المشاهدين يا رب العالمين. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. اليمين ثلاثة أنواع: يمين لغو، يمين منعقدة، يمين غموس.
عفى الله تبارك وتعالى وتجاوز لنا عن يمين اللغو. إيه يمين اللغو؟ هو الذي يخرج في ثنايا الكلام بغير قصد ولا نية. يعني الواحد بيتكلم يجد نفسه قال والله مثلا، والله الحكاية، والله الرواية، والله عملنا، والله خلينا، والله رحنا، والله جينا، في خلال الكلام هذا عفى الله تبارك وتعالى لنا عنه ولا يؤاخذنا عليه. أما اليمين المنعقدة فنقف معها بعد ما ناخذ هذا الاتصال مع الحجة أم وليد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك عنا كل خير وربنا يبارك لنا في صحتك وفي عمرك يا رب. آمين آمين وجزاكم وبارك فيكم. احنا بقى يعني الواحد بيعزك في الله وربنا يبارك لنا في عمرك وخلتنا يعني انا عن نفسي بقيت احب التحليل بتاعك صراحة يعني، جزاك الله كل خير. وجزاكم. ماشي تفضلي يا حاجة أم وليد. نعم تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن يا ضم الياء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وبعولتهن أحق بردهن صح؟ مضبوط. في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. عليهن بكسر الهاء والرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الله يبارك فيك يا حاجة أم وليد، النهارده أحسن ياما. الحمد لله، فضل ربنا ثم فضل الجميع عليا والله. طيب. طب اسألني بقى، أنا هحاول أتعلم بقى. هسأل طبعا. طيب، جزاك الله كل خير. كلمة قروء. قروء؟ نوع المد فيها إيه؟ قروء هنا طبعا فيها مد وجه متصل. تمام، بياخد كم حركة؟ بياخد 2 4 6. 2 4 6؟ مد وجه، لا 2 لا. 2 4 5 معلش. 2 4 5. لا مفيش 2. ده مد واجب. 4 5 من اسمه كده واجب لا يجوز فيه القصر. أصل حضرتك ليه هيبة صراحة، فالواحد بيضرب لحمة مع حضرتك. لا إله إلا الله. فإن شاء الله بإذن الله هنتعلم بإذن الله. طيب أنت عارفة مد كويس، يعني يبقى مد واجب ياخد كم حركة؟ 4 5. 4 أو؟ أو 5 أو في حال الوصل. عندي الهمزة المتطرفة يبقى 6. الهمزة المتطرفة يبقى 6، فاضل كمان ضابط. في بقى اللي هو اللي طبعا لو الهمزة المتطرفة المكسورة بيبقى ليها 5 أوجه، 3 بالسكون المحط و2 بالراوم. أحسنتي، تمام خالص ما شاء الله. الله يخليك. ما شاء الله تمام خالص. الله يخليك. بس أنا علشان تاخد هي 6 حركات فيها ضابطين في المد الواجب، علشان نديله 6 حركات فيها ضابطين، إيه هما؟ لو حضرتك معلش قال لي سؤال تاني بعد اذنك. المد الواجب المتصل ياخد 4 حركات او 5 حركات. ده الاساس فيه، 4 يا 5. الاربعه. وممكن ياخد 6 حركات بشرطين. انت قلت واحد اذكرك بيه اللي هو الهمزه تكون متطرفه. زي هنا. الثاني ايه؟
لكون ام لو الهمزه متطرفه ونقف لكون يعني مش انا مش صراحه ونقف عليها تكون هذا متطرفه ونقف عليها عليها لان في حال الوصل نكسر الهمزه ونقف عليها مش شرط نكسرها بقى قروء بس انت جبت النبر اللي احنا نبينا عليه في اول الحلقه قروء 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 ربنا يبارك فيك يا حاجه مريم دعوتك ليه يا شيخ الله يبارك لك اسال الله ان يعلمك ما جهلت وان يذكرك ما نسيت وان يجعلك من اهل القران الذين هم اهل الله وخاصته ناخذ الحاجه صبره حاجة صبرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك يا شيخ كرم وفيكم بارك الله يا رب ويصح حالك آمين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتديت به فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظننا أن يقيم حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون تمام خالص يا حاجة صبرة ما شاء الله انت نقلت مستواك نقل خالص اهو الله يكرمك كلمة زوجا كيف نقف عليها؟ زوجا؟ مد عوض احسنتي ايوه مد عوض عن التنوين ايوه طيب وفيها كم وجه بقى؟ هي تقريبا هي ما فيهاش وجوه ما فيهاش مظبوط يبقى وجه واحد ايوه هي طيب. مد عوض بس طيب كلمة الظالمون عند الوقف عليها فأولئك هم الظالمون فيها مد عدد السكون أيوة. 3 2 4 6 تمام وما فيهاش لا رغم ولا اشمام تمام خالص احسنت يا حاجه صبره بارك الله فيك جزاكم الله خير السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ولكن لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم قلنا اليمين ثلاثه انواع يمين لغو تحدثنا عنها يمين منعقده وهي ان يحلف الانسان المكلف على شيء في المستقبل أن يفعله أو ألا يفعله يقول والله لن أفعل كذا أو والله لأفعلن كذا ففي هذه الحالة إن فعل ما حلف عليه يكون قد بر في يمينه وإن لم يفعل يكون قد حنث في يمينه وعليه كفارة يمين ايه كفارة اليمين؟ كفارة اليمين الفتوى على قدر الحال اطعام 10 مساكين او كسوته ما فيش تحرير رقبة دلوقت والكسوة صعب يعني في زماننا قليل اللي يستطيع ان يأتي بالايه بالكسوة او ما حدش سيلتفت الى الكسوة لان عشان كسوة 10 على الاقل 1000 جنيه فما فوق ذلك اما يطعمهم دون 100 جنيه
يبقى لابد أن يبدأ بالإطعام. لكن المشهور عند الناس يقول علي كفارة يمين هنصوم 3 أيام، لهذا خطأ، لأن صيام الثلاثة أيام لا يكون إلا بعد العجز عن الإطعام. ربنا قال فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هنا أو للتخيير. فمن لم يجد فصيام، يبقى الذي يجد فلا يصح منه الصيام. فأي إنسان عليه كفارة يمين أو كان عليه كفارة يمين وكفر عن يمينه بصيام 3 أيام وكان قادرا على الإطعام، إطعام 10 مساكين، يبقى يجب عليه أن يكفر عن يمينه مرة أخرى. طب قد إيه كفارة إطعام 10 مساكين؟ المسكين له نصف صاع من طعام. معنا اتصال. حاجة عائشة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ كرم؟ الحمد لله رب العالمين. حاجة عائشة بارك الله فيك. وفيكم بارك الله. ان شاء الله اقرأ. تفضلي حضرتك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. أحسنت في ترقيق الهمزة، بس الباء برضو عاوزة تتضبط شوية. في فين؟ في أربعة. أربعة أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. غفور رحيم. تمام. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. أحسنت يا حاجة عائشة. بارك الله فيك. أحسنت. ربنا يخليك. طيب كلمة فإن. نعم. فإن كيف نقف عليها؟ فإن. تمام. نعم. بغير نبر. أحسنت. نعم. طيب كلمة سميع عند الوقف عليها. في سميع هنا المضمومة سميع هنا كم وجه يعني؟ كم وجه؟ 7 أوجه. 7 أوجه إن شاء الله. 3 سكون محض، 3 إشمام، 1 رو. تمام خالص. نعم. طيب كلمة الآخر واليوم كلمة اليوم. اليوم الآخر. لا نعم. كلمة اليوم مش الآخر. الآخر. نعم. كلمة اليوم. نعم. عند الوقف عليه نوع المد فيها ايه؟ هنا اليوم هنا آخرها برضو مكسور، هيبقى 4 أوجه. 4 أوجه مظبوط. نعم. 3 سكون محض و1 رو. المد فيها نوع ايه؟
المد هنا مد لين. مد لين. نعم. طب في فارق بين أن أقول واليوم وبين واليوم الآخر في المد؟ في فرق بين اليوم إذا وقفت عليها وإذا وصلتها إذا وصلتها بما بعدها؟ إيه أنا أول يوم هنا أنا عملت إن كنا يؤمن بالله واليوم. نعم. واليوم الآخر. أنا كسرت الميم خشية التقاء الساكنين. لا هي مش التقاء ساكنين، لا ده انا كسر اصلي. امال فيها اربعه اوجه ليه؟ هنا كسر اصلي. لا واليوم الاخر انا ما مديتهاش ايدي. نوع المد هنا احنا كده عرفنا عند الوقف حركتين، عرفنا عند الوقف في اربع اوجه. نعم. طب وعند الوصل؟ عند الوصل ده مد طبيعي هيبقى حركتين بس. لا مش مد طبيعي، وده المقصود ده. وده هنا مد اللين. ربنا يجزيك خير. مد اللين في نعم. حال الوصل يبقى اسمه حرف لين مش مد لين. ايوه ما فيهوش مد. ايوه اقول واليوم الاخر. نعم ما هوش مثلا واليوم الاخر. لا نعم احسنت يا حاجة عائشة بارك الله فيك. ومعلش احنا قلنا الكبار تكون لهم الاسئلة الكبار. كنا نقول اليمين المنعقدة تحلف على شيء مستقبلا هتعمله أو مش هتعمله. إن بررت في يمينك فبها ونعمة، وهذا هو المطلوب ما لم يكن يمينك على إثم أو قطيعة رحم. ولو وقع يمينك أو حنثت في يمينك عليك كفارة يمين إطعام 10 مساكين. فإن عجزت عن الإطعام ما عندكش ما حلتكش 50-60 جنيه ولا 70-80 جنيه ولا 100 جنيه قيمة الكفارة، في الحالة دي تصوم 3 أيام. طب الكفارة قد إيه؟ الكفارة إطعام 10 و10 مساكين. المسكين لو نصف صاع من طعام، نصف الصاع حوالي 1.25 كيلو يعني بزيادة شوية من الأرز أو من المكرونة مثلا أو من الدقيق أو من القمح أو من الفاصوليا أو من الفول أو هذه الأقوات التي يقتات الناس بها. وطبعا لا تجزئ القيمة عند جمهور أهل العلم، والبعض أجازها. لو أخرجت قيمة إطعام 10 مساكين وأعطيتها للمساكين. عندنا في نواحينا بعض الناس يخرجون كفارة اليمين يضعونها في صندوق المسجد، وهذا خطأ. لو واحد كفر عن يمينه وحطها في صندوق المسجد يبقى يعيد ويكفر عن يمينه مرة أخرى، لأنها لابد أن تخرج للمساكين. كذلك إذا حلف على يمين فوجد غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. اختلف مع واحد قال والله ما عاد مكلمه، والله ما عاد داخل بيته. لا هذا لا يجوز، كلمه وادخل بيته وكفر عن يمينك. معنا اتصال. أم أشرف. أيوة السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي الحال يا أم أشرف. بارك الله فيك يا شيخ كرم. وفيكم بارك الله، تفضلي. إن شاء الله بإذن الله كده هقرأ، بس يكون في لجنة رأفة إن شاء الله. خلاص على بركة الله. ماشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله. عاوز إلا أن يخافا. تاني بقى وانت ماشي. إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله. يقيما، ألف التثنية بينها. نعم. يقيما حدود الله. مد طبيعي. أيوة من ده. ماشي. يقيما حدود الله. تمام. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ريح الياء شو بس. فيما افتدت به.
فيما افتدت به. تمام. تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. ومن يتعدى حدود الله تاني. ومن يتعدى حدود الله فلا تعتدوها. ما تشبعيش فتحة الدال تجيب ألف بعدين. ومن يتعدى حدود الله ده حدود يتعدى حدود. ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. أحسنت. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. تنكح الإخفاء. تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيم حدود الله. تاني. إن ظنا أن يقيم حدود الله. ظن في نون هنا نون مشددة. أيوه. ده غنى مقدار حركتين. إن ظن أن يقيم حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. أحسنت يا حجة أم أشرف. نعم. وانا عارف مستواك احسن من كده بس انت مربوكه شويه. معلش بقى هو في معلش بصراحه معاك ببقى خايفه والله الحق. لا ما تخافيش استعيني بالله. لقوم يعلمون التنين بعده يا حكمها ايه؟ استعيني بالله. الاول هي فين؟ اخر كلمتين انت قراتيهم. اخرهم؟ اه. في هنا ادغام. ادغام بغنى ولا بغير غنى؟ ادغام بغن. كامل ولا ناقص؟ ادغام كامل بغن. ادغام ناقص بغن. ناقص. احسنتي. نعم. الادغام ده من احكام ايه؟ ما شاء الله يبارك. يرملون اللي هو الادغام من احكام حروف يرملون. هو حروف اللي يرملون في باب ايه؟ احكام ايه اللي فيها الادغام؟ احكام النون الساكنه والتنوين. ايوه النون الساكنه والتنوين. ده في حاجه تانية بتاخد ادغام؟ نعم. غير النون الساكنه والتنوين؟ لا ما فيش الا اذا كان حكم الميم بقى اللي هو تمام. الميم المثلين. عندنا ادغامات في باب المثلين والمتقاربين والمتجانسين. في اللامين برضو. نعم وباب اللامات. احسنتي. تمام. بارك الله فيك يا حاجة مشرف ونفع الله بك. كده خلاص مش هخاف منك بقى خلاص. ربنا يبارك فيك يا رب. عافيكم بارك الله. ماشي يا حاج. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. ذكرنا لغو اليمين، اليمين المنعقده واليمين الغموس. ما هي اليمين الغموس؟ نعرفها بعد الفاصل ان شاء الله. فاصل ونعود اليه. مع القرآن قلوبنا تسمو بالإيمان. مع المرقى مع السفرة مع البررة لأعلى مكان. مع الذكر مع البشر مع الروح مع الريحان. مع الدر مع الخير مع الذكر مع القرآن. سنعود. تفسير الأحلام ده علم كبير، والكل حلم دلالة ومعنى، وعشان ما بنبقاش عارفين تفسيرها لازم نسأل المتخصص فيها. لو عايز تعرف تفسير أحلامك اتصل على خط تفسير الأحلام 1756. للإعلان على شاشة الصحة والجمال
يرجى الاتصال على 011-211-0682. لو انت ست بيت وشاطره في الاكلات الشعبيه، لو عاوزه كل ست بيت تستفيد من خبرتك، اشتركي دلوقتي معانا في اكبر مسابقه طبخ على قناه الصحه والجمال. للاشتراك في مسابقه احلى اكله بتحلم كتير، احلامك بتشغلك ومش لاقي حد يفسرها لك على طول، ولو لقيته مش كل يوم هتعرف توصل له. دلوقتي حلمك على موبايلك، ابعت حلمك في رساله على 94-172، هيفسر لك احلامك مجموعه من المتخصصين في التفسير، وبعد لحظات هتلاقي التفسير على موبايلك. احلم براحتك وما تشيلش هم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم ومعنا اتصال. حاجة خديجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حاجة خديجة. ازيك يا شيخ كرم؟ الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك يا رب ويوهلك بالفردوس الأعلى إن شاء الله. آمين وكونوا جماعة يا رب. يا رب وبارك في جميع العاملين في القناة. آمين. وجميع المشاهدين والمشاهدات. آمين آمين آمين. ماشي يا حاجة تفضلي. أبدأ القراءة إن شاء الله. تفضلي حضرتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم. تمام يا حجة خديجة، ربنا يبارك فيكي.
ربنا يبارك فيك يا شيخ كرم ان شاء الله. عزيز حكيم حكمها ايه؟ التنوين بعده حاء. عزيز حكيم دي عزيز اظهار حلقي. تمام. طب كلمة درجة عند الوقف عليها، للرجال عليهن درجات والله. درجات برضو هيبقى اظهار حلقي. درجات والله. ده هيبقى ادغام. بغنى ادغام ناقص بغنى. تمام. طيب عندما نقف على درجة. درجة هتبقى مقلقلة، الجيم فيها همس مقلقلة. طب احنا في الهاء هي الجيم والقلقلة صفة ذاتية، الحرف المقلقل مقلقل سواء كان ساكن او متحرك، ولكن بتظهر القلقلة في حال السكون. انما الساكن الوقفي طبعا هيبقى فيها مد عارض للسكون. ليه؟ ما فيهاش حرف مد. درجة. درجة. طب في الرام والاشمام ولا مالكيش في؟ لا انا ماليش في الرام والاشمام. طيب ماشي ماشي يا حاجه خديجه، ربنا يبارك فيك. بس تابعينا كويس الرام والاشمام هقول لك يعني. تابعينا كويس علشان يبارك في الرام والاشمام. ربنا يبارك لك يا رب. ولكم بارك اما اتعلمه ان شاء الله بقى ربنا هيكرمنا. اسال الله ان يعلمك ما جهلتي. ادعينا ربنا حجه لك. اللهم امين. اللهم امين يا رب العالمين. ماشي يا حاجه خديجه. السلام. وعليكم السلام. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اليمين الغموس هي اليمين التي يحلف الإنسان فيها كاذبا، لا سيما إذا ترتب عليها ضياع حق أحد المسلمين، وسميت غموسا كما قيل لأنها لا كفارة لها إلا غمس صاحبها في نار جهنم إن لم يتب ويرد الحق لأهله، نسأل الله العافية. معنا اتصال أم محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا يا شيخ كرم. وجزاكم. وزادك علما وتواضعا. آمين آمين. والله حضرتك فعلا ليك رهبة. سبحان ربي العظيم. يعني زادك الله رهبة وتواضعا يعني مش. آمين. ربنا يبارك في حضرتك. آمين. ماشي تفضلي حضرتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. عايزك ترققي ده الحدود دي شوية لأن أدائك ما شاء الله ممتاز. حدود الله. لا. حدود. اسمعها مني. حدود الله. ده. حدود الله. حدود الله. حدود الله. لا لسه. حدود. حدود. تمام. حدود الله. كويس. تمام كويس كده، ومرني نفسك عليها ان شاء الله هتبقى تمام ان شاء الله باذن الله. فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا طلا رخخ اللام طلقها فلا تحل له من بعد. فلا تحل من بعد. نعم. القلقلة على بتاعت الدال. فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها طلقها فلا جناح عليهما فسر الحاء من العين. نعم. جناح جناح فسر الحاء من العين.
سامع حضرتك. فصلي الحاء من العين. فلا جناح عليهما. فلا جناح عليهما. أحسنتي. فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. تمام خالص، أدائك ممتاز. ربنا يبارك في حضرتك. بعض يعني الأمور تتظبطيها بما شاء الله 10/10 إن شاء الله. وفكر بعد كده نعمل تقييمات ندي كذا في المية. طيب جناح عليهما، العلاقة بينهم بين الحاء والعين ايه؟ جناح عليهما، العلاقة بين الحاء والعين ان هم بيخرجوا من الحلق، من وسط الحلق. تمام، يكبوا ايه؟ لا مثلين ولا متقاربين ولا متجانسين. الو، ايوه اسمعك يا ام محمد. نعم. العلاقه بينهم مثلين ولا متقاربين ولا متجانسين؟ لا متقاربين. لا، مخرج واحد. نعم، لما يكون المخرج واحد يبقى متجانسين. متجانسين، احسنتي. طيب صغير ولا كبير ولا مطلق؟ لا الاثنين مفتوحين يبقوا كبير. طب لو اثنين مكسورين برضو؟ يعني لو اتنين مفتوحين كبير والاتنين مكسورين كبير؟ ايوه، لما يكونوا الاتنين متحركين. ايوه متحركين. تمام كده، ربنا يبارك فيك يا ام محمد. ما شاء الله، ربنا يبارك في حضرتك. ادائك المخارج عندك ما شاء الله جميله جدا، ربنا يبارك في حضرتك. يعني بعض الانتباه بس كده هتبقى ممتازه ان شاء الله. طب بقول لحضرتك ايه بالنسبه للايمانات اللي احنا بنحلفها دي؟ ايوه، يعني المسلمين احنا فينا اخطاء كتيره في حته الايمانات دي، وبتعدي علينا كده يعني ببساطه من غير احنا ما نكون قصدينها او معلقين فيها. لا، لابد ان ينتبه الانسان لها، والله قال ويل لكل حلاف مهين. وهنا ولا تجعل عرضه لايمانكم كما سياتي. المعاملات العاديه يعني، بس يعني كلنا تقريبا، يعني مش كلنا الا من رحم ربي، كل دي ما كلش دي، لا والله لا، يعني كده الحاجات العاديه. لا، ما ده لغو اليمين اللي ربنا عفى لنا عنه. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم، هي كلمه والله التي تخرج في ثنايا الكلام بغير قصد ولا نيه، بتسبق في الكلام. يجد الانسان نفسه قال والله بغير قصد. انا اقول والله تاكل، والله تشرب، والله تروح، والله تيجي، والله عملنا، والله خلينا، والله الحكايه، والله الروايه كده، يعني كلمه والله في ثنايا الكلام بغير قصد ولا نية، ده يمين لغو من فضل الله علينا أن عفى عنا فيها ولم يؤاخذنا عليها. ولو قيل في أثناء مشكلة مثلا، لو في ثنايا الكلام يا حجة بغير من غير قصد سبقت كلمة والله، دي يمين لغو معفو عنها. نعم. ولكن عندما يحلف الإنسان وهو يعلم بيحلف على شيء بقى مستقبلا، يحلف والله سوف افعل كذا او والله لن افعل كذا، بيعقد النيه على ذلك، ده يمين منعقد على كفاره. ولو بيحلف على شيء كذب فهذا كبيره من الكبائر. ماشي، معنى الحجه زينب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حجة زينب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ كرم. أسمعك جيدا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. وفيكم بارك الله. فضلي حضرتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر
فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. عايزك ترققي باء يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. أحسنتي. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. أحسنت يا حجة زينب ما شاء الله، أدائك قوي وممتاز. كلمة حكيم عندما نقف عليها. جالك الموت يا تارك الصلاة، حاضر ده إن شاء الله من أهل الصلاة والقرآن بإذن الله رب العالمين. حكيم مد عرض للسكون. تمام. 2 4 6. تمام. وهي مضمومة يبقى فيها 7 أوجه. 7 أوجه. 3 سكون محض و3 إشمام و1 راو. طب مثل الذي، اللام في كلمة الذي شمسية. شمسية. تمام ما شاء الله. طيب بالمعروف عند الوقف فين دي؟ ده مد عارض للسكون برضو وفيها 4 أوجه. تمام. اللي هم 3 سكون محض و1 راو. ما شاء الله حجة زينب، ما عرفتش نوجهك انه بادي ماشي. أسأل الله أن يعلمك وأن ينفع بك. البركة فيك يا شيخ كرم، ربنا يبارك فيك وخليك لنا يا رب. وفيكم بارك الله. ماشي حجة زينب، جزاكم الله خيرا. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. الإيلاء في اللغة هو الحلف، وأن يحلف الإنسان ألا يقرب زوجته فترة تصل الأربعة أشهر أو تزيد على ذلك، وهذا من المضارة بالزوجة. فأمر الله تبارك وتعالى أن يضرب للزوج أجلا، فإن فاءوا بعد 4 أشهر إما أن يطأ ويعاشر بالمعروف وإما أن يطلق، فإن لم يطلق طلق عليه القاضي. وحمل عليه بعض أهل العلم ترك الزوجة ولو بغير حلف بقصد الإضرار بها، تضرب برضك لمدة 4 أشهر، فإما أن يعاشر بالمعروف وإما أن يفارق بالمعروف، وإن أبى الطلاق طلق عليه القاضي مراعاة لحق الزوجة ولعدم الإضرار بها. فإن فاءوا يعني رجعوا وعاشروا بالمعروف فإن الله غفور رحيم يغفر ما قد سلف، وإن عزموا الطلاق لم يفئ لم يرجع لم يعاشر، ففي هذه الحالة وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. القروء جمع قرء. وما معنى القرء؟ هذا ما سنعلمه بعد ما ناخذ اتصال الحاجة إحسان. عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك في حضرتك. وفيكم بارك كل الله. كل القائمين على القناة يا رب. آمين آمين. كلنا بنخاف من حضرتك بس القط بيحب خناقه.
لا ان شاء الله مش خناقم. ربنا يبارك لنا في حضرتك يا رب. فيكم بارك الله. اللهم استعان ان شاء الله. انت ان شاء الله يا حاج احسان. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا يقيم حدود الله. دي ألف حاجة. ألا يقيم حدود يقيم الله يقيم. نعم يقيم ألف التثنية. إيه حاضر حاضر بينيها شوي. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا. أن يتراجعا إن ظنا أن يقيم حدود الله. ثاني أن يقيم حدود الله. تمام. وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. تمام خالص يا حاج إحسان أحسنت. ربنا يبارك في حضرتك. لو عايز تسألني اسألني والله ما أنا أسألك طبعا. طب يا حاج إحسان أنت اسمك مذكور في القرآن. نعم. تعرفي فين؟ نعم حضرتك مش سامع كويس. بقول لك الحاج إحسان اسمها مذكور في القرآن. الحمد لله ده من نعمة ربنا عليا الحمد فين لله. فين هو بقى طلعه لنا كده؟ قول لي حضرتك عايز تقول لي ايه؟ بقول الحاجة إحسان. نعم. اسمها مذكور في القرآن. في سورة الرحمن. فين؟ في سورة الرحمن في فين حتى؟ في سورة الرحمن في هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ تمام. مش في سورة البقرة طيب؟ وفي سورة البقرة برضه. فإمساكم بمعروف أو تسريح. او تسريحهم باحسان برضو. اللي انت قرأتيه دلوقتي. حاضر. عاوزين كلمة باحسان بقى. فصلها لنا كده. حاضر. باحسان او تسريحهم الالف همزة محققة والواو واولين والتاء مرققة والسين مرققة والياء برضو مرققة، وباحسان هنا اقلاب الميم مع الباء الميم الاقلاب. تمام. والباء مرققة ومد طبيعي والهمزة محققة والحاء من حروف الهمس والسين من حروف الهمس برضو ومد طبيعي الالف الخنزرية والنون نقف عليها خلاص هنسكنها. ما شاء الله ما شاء الله. طب عند الوقف بقى على الاحسان في كم ورقه بس بنعزك كلنا يا شكرم والله. ربنا يبارك فيكي. ربنا يبارك لنا في حضرتك. كلمه باحسان اللي انت فصلتيها دلوقتي عندما نقف على فيها كم وجه اللي انهيني الكلمه انهيني هي باحسان برضك. باحسان حاضر. باحسان فيها هنوقف عليها طبعا بالمد العارض للسكون عشان فيها حرف المد. تمام. فيها تلات اوج اتنين اربعة ستة عشان هنقف عليها بالمد العارض للسكون. كويس. وفيها واحد راو. فيها واحد راو ما شاء الله ما شاء الله. ربنا يبارك لنا بحضرتك بنعزك يا شيخ كرم والله كلنا. ربنا يبارك فيك احسنتي. ربنا يبارك فيك جزاكم الله خير. معنا ام محمد. وعليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله كل خير وبارك الله فيكم وفي العاملين على القناة. وجزاكم. ممكن نقرأ إن شاء الله. اتفضلي حضرتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن شاءوا فإن الله غفور رحيم. رقق النون شوية يا حجة أم محمد. نعم رقق النون شوية. فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. يا حاجة محمد. نعم. يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. أحسنت يا أم محمد. وإن عزموا حكمها إيه؟ وإن عزموا عندنا في هنا عندنا إظهار حلق لأن النون ساكنة وبعدها العين عين حائم في العين بتبقى من أدنى. تمام. من أدنى. أيوة. العين مخرجة منين؟ من أدنى الحلق. ولا من وسط الحلق؟ همز هاء عين حائم من وسط الحلق. تمام. طب العلاقة بين الهمزة بقى والنون وإن؟ وإن عندنا الهمزة هنا في من الجوف والنون حضرتك بتقول النون متباعدين ايه؟ متباعدين مطلق. مطلق احسنتي. طب بين النون والعين؟ بين النون والعين عندنا النون والعين برضو هيبقوا متباعدين صغير. تمام. طيب عند الوقف على عزموا نوع المد فيها ايه؟ عزموا هنا عندنا مد عارض للسكون. لا عندنا هنا لا ده الواو ساكنة. ايوه المد ايه هنا حرف المد متطرف. مد متطرف. ايوه يبقى مد طبيعي. ايوه حركتين مد طبيعي حرف. في كم واجه بقى عند الوقف؟ نعم في كم واجه عند الوقف؟ في عزموا كم وجها في كلمة عزموا عندما نقف عليها؟ عندنا مد طبيعي حرك اثنين. مد طبيعي حركتين يبقى وجه واحد. وجه واحد. ماشي يا حاج محمد. ربنا يبارك فيك. نقول عليها مد سكون محض. نعم نقول عليه مد سكون محض. لا مد طبيعي. مد طبيعي وخلاص. مد طبيعي. حضرتك يسأل في الإشمام والراو. طيب ما انا سألتك اهو ما ده يعتبر في الراو والإشمام برضو. لا انا عايزه طيب لو قلنا كلمة لا يؤاخذكم الله يؤاخذكم فينا حتة دي أول سطر فوق. احنا عندنا هنا التقاء ساكنين مش هيبقى فيها لا روم ولا إشمام. يؤاخذكم الله. طيب كلمة اللي هو مد عارض الشكل. ماشي أحسنتي. عارض شكل وميم جمع يعني وجمع ميم جمع يعني. طب أربعة أشهر.
أربعة أشهر. أربعة دي ما فيهاش لا رام ولا إشمام لأنها تاء تأنيث. ما شاء الله. ما شاء الله. طب خلاص نجولك بعد فرام وإشمام. كلمة عليم. عليم عندنا هنا عليم هيبقى فيها ثلاثة عارض للسكون، اثنين أربعة ستة، وعندنا واحد روم وثلاثة إشمام. أحسنتي، بكل كم وجه؟ يبقى سبعة. ممتازة حاجة أم محمد، ربنا يبارك فيك. جزاكم وجزاكم. فاصل ونعود إليكم إن شاء الله. الذكر مع القرآن، قلوبنا تسمو بالإيمان، مع المرقى مع الصفرة، مع البررة لأعلى مكان، مع الذكر مع البشر، مع الروح مع الريحان، مع الدر مع الخير، مع الذكر مع القرآن. سنعود. تفسير الأحلام ده علم كبير، والكل حلم دلالة ومعنى، وعشان ما بنبقاش عارفين تفسيرها لازم نسأل المتخصص فيها. لو عايز تعرف تفسير أحلامك اتصل على خط تفسير الأحلام 1756. للإعلان على شاشة الصحة والجمال يرجى الاتصال على 011-211-0682. لو انت ست بيت وشاطره في الاكلات الشعبيه، لو عاوزه كل ست بيت تستفيد من خبرتك، اشتركي دلوقتي معانا في اكبر مسابقه طبخ على قناه الصحه والجمال. للاشتراك في مسابقه احلى اكله بتحلم كتير، أحلامك بتشغلك ومش لاقي حد يفسرها لك على طول، ولو لقيته مش كل يوم هتعرف توصل له. دلوقتي حلمك على موبايلك، ابعت حلمك في رسالة على 94-172، هيفسر لك أحلامك مجموعة من المتخصصين في التفسير، وبعد لحظات هتلاقي التفسير على موبايلك. احلم براحتك وما تشيلش هم. عدنا إليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا نقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء ده مشترك لغوي يصدق على الطهر وعلى الحيض، وهذا سبب اختلاف الفقهاء في تفسير معنى القرء، وعليه اختلفوا في عدة المرأة المطلقة، هل هي ثلاث حيضات أو ثلاث أطهار، المهم أنهم ثلاثة. هنا نحب أن ننبه لشيء يجب أن ينتبه إليه. في طلاق سني وطلاق بدعي. طلاق السني أن يطلق زوجته قبل الدخول، أو وهي حامل، أو في طهر لم يجامعها فيه. لكن الناظر في أغلب أحوال الطلاق الحاصلة في المسلمين
وإلى الله المشتكى، يجد أن أغلب الطلاق طلاق بدعي، لأن غالب حال الرجل مع زوجته إما أن تكون حائضا وإما أن تكون في طهر جامعها فيه، ويحصل خلاف يحصل مشاكل فيقول لا أنت طالق ويلقي يمين الطلاق. فهذا طلاق بدعي على غير هدي وعلى غير سنة وعلى غير ما أمر الله تبارك وتعالى به وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أمته. ولذلك سيدنا عبد الله بن عمر لما طلق امرأته وهي حائض وأخبر سيدنا عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، تغيظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الصحيح أنه حتى لو طلقها وهي حائض أو في طهر جامعها فيه أن هذا الطلاق يقع، وقول جمهور أهل العلم وقول الأئمة الأربعة خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. معنا اتصال ونعود إليكم. أمل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حجة أمال بأمر الله. نعم، الحجة أمال. الحجة أمال، يا مرحبا حجة أمال. مرحبا بحضرتك، والله جزاك الله خيرا وزادك علم ونور. حضرتك بتشجعنا ان احنا نقعد نذاكر التجويد ونجتهد ونستنى اليوم الجميل ده. ربنا ينفع بيكم يا رب، يا رب يا رب. القرآن. طب في عندي بقى الحرف المشدد المقلقل، ايوه، لما اقف عليه ايوه اعطيه القلقلة ولا اعطيه الروم اعطيه الاشمام المضموم؟ هياخد القلقلة بتاعته عادي. عادي وياخد الاشمام كذلك؟ ولا فيه روم او اشمام، هياخد الروم او الاشمام. يعني عادي، يعني المقلقل اللي هو شديد القلقلة اللي هو القلقلة الاولى او الكبرى. نعم. بردك اقلقل وبعدين في اشمام وراه؟ ما فيش اشكال في الاشمام. يعني مثلا ايه؟ تبت يدا ابي لهب وتب، بس تب طبعا مش هيكون فيها روم ولا اشمام. هاتي اذكري كلمه كده مشدده. الحق. ماشي. لو مضمومه الحق. الحق. ماشي. الحق. هذا عند الاخفى عليه؟ ايوه. الحق. وضم شفتاني. وطبعا الاشمام بيكون ضم الشفاه بعيد الوقف، ما يكونش مصاحب للايه؟ للوقف. يبقى ننطق الحق وانقلقله، وبمجرد ما انتهى من قلقلتها اضم الايه؟ الشفتين. ماشي. اما لو هنجيب الروم هنجيب جزء من الحركه، فهتبقى القلقله مش باينه، هتبقى القلقله اللي هي الصفه الاصليه بتاعت الحرف. الحق. الحق. تمام؟ ايوه. يبقى الحق. هذا الاشمام. ايوه. الحق. هذا الايه؟ الروم. ما فيش اي اشكال ولا تعارض بين الحرف المقلقل سواء كان ساكن او مشدد. ماشي. عند الوقف عليه بين الروم والاشمام. ماشي يا حاج جمال، اتفضلي. من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما
فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها. نعم. وتلك تاني. وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. تمام خالص. الله يبارك. حدود دي عندما نقف عليها. نعم. حدود عندما نقف عليها. أيوة حدود هنقف ده دي آخر ده مضمون في ثلاثة سكون محض. تمام. اثنين أربعة ستة وفي ثلاثة إشمام. كويس. وفي واحد روم. يبقى كله كام؟ سبعة. سبعة أوجه. العلاقة بين الحاء والدال. الحاء والدال متباعدان كبير حكمهم الإظهار. تمام. وبين الدال والواو. بين الدال والواو ليس في علاقة لأنها واو مادية. تمام. إيه المانع؟ المانع إن حروف المد لا ليس لها علاقة بالحروف الذي قبلها او بعدها. احسنت. لان مخرجها مخرج ايه؟ مخرج مقدر وليس له مكان محقق في اعضاء النطق. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الله يبارك في حضرتك. كله من فضل الله وفضلكم. والله نعم كله من فضل الله ثم فضلكم. ربنا يبارك فيك. هذا يعني من اعترافك يعني بالفضل. لا الله يبارك في حضرتك والله. هذا من شيم الكرام. يا رب يخليك. ربنا ينفع بك. اجتهدي في تعليم المسلمات كتاب الله. كنا نقول ان الطلاق السني لو ربنا ما يجيبش طلاق يعني ان يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. وفي حكمة عظيمة جدا من الشارع في ذلك لان دايما او غالبا بيحصل الطلاق في مشاكل. مشكلة يقول لا انت طالق ولو طلعت تبقي طالق. ناخذ هذا الاتصال ونعود. ام ايمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله في علمك ربنا يزيدك من فضله وعلمه يا رب العالمين. ربنا يبارك فيك يا حاجة أم إيمان. ويجزيك خير الجزاء يا رب العالمين. آمين آمين نحن وإياكم. اللهم آمين. ماشي تفضلي حضرتك. تفضلك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ممكن ترققي النون شوية؟ فإن الله. حاضر. فإن الله سميع عليم. تمام خالص يا حاجة أم إيمان. ركزي عليها بقى. ربنا يبارك في حضرتك. ماشي يلا. والمطلقات يتربص ثم بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا
ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. عزيز حكيم. التنوين بعد الحاء حكمها ايه؟ إظهار حلق. طيب والعلاقة بين الحاء والكاف في حكيم؟ في حكيم الحاء وال ده في فيها ولا متقاربين ولا متجانسين ولا متباعدين؟ لا متباعدين. تمام، متباعدين ايه؟ متباعدين مطلق. الاثنين متحركين. ما شكرا يا حاجة ام ايمان، احسنتي. كنا نقول من حكمة الشرع في ان الطلاق له حيثية وكيفية، وانه لا بد ان يكون في طهر لم يجامعها فيه او في الحمل او قبل الدخول لكي يكون طلاقا سنيا. ان غالب حالات الطلاق بتكون في خلافات ومشاكل، فاذا اراد ان يتقي الله ويطلق على السنة في حال المشكلة هينتظر حتى إذا كانت حائضا حتى تطهر، وإذا كانت في طهر جماعة فيه حتى ينقضي هذا الطهر، ثم تحيض ثم تطهر ثم يطلقها. على ما يحصل ده هيكون خلاص المشكلة راحت والماء رجعت لمجاريها وانتهى الأمر، وتظل بيوت المسلمين محفوظة محفوفة بعناية الله تبارك وتعالى. ولكن لما بعد الناس عن منهج ربهم وعن سنة نبيهم أصابهم ما أصابهم، وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وكما قال أحد السلف إني لأعصي الله فأرى ذلك في خلق زوجتي ودابتي. فعلى المسلمين أن يتقوا الله تعالى في كل أمرهم حتى في طلاق نسائهم إن اضطر الأمر إلى ذلك. طيب لو حصل الطلاق كما قال الله فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، هذه مفروض الأمر إن الاثنين بيعاشروا بعض المعروف، أمر وارد أن تستحيل العشرة بينهما، فخلاص يفرجوا بعض بالمعروف ما يكونش فيه يعني مضارة من الاثنين، والمحاكم والشكاوى ونحو ذلك. ليه ما نخلصش كده في استيرة بما يرضي الله تبارك وتعالى، وكل إنسان يعلم أنه سيقف أمام ربي ويسأل عن ذلك، هو لو كرهها يضارها ويكرهها في نفسها عشان تفتدي نفسها وما تاخدش حاجة مما لها، وهي يعني أشبه بذلك وجري برضه على المحاكم ونحو ذلك، فكل ذلك لا يرضي الله تبارك وتعالى. والله قال ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، ماشي. إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، يبقى ده ظرف خاص استثناء. طيب المرأة الرجل إذا كره زوجته له أن يطلقها. طيب المرأة لو كره الزوج جعل الله تبارك وتعالى لها الافتداء أن تفتدي نفسها بمالها، وهو المعروف بالخلع بضوابطه الشرعية. ويحذر في ذلك النبي قال إن المختلعات هن المنافقات، إذا كان الخلع ليس له داع ولا سبب، أما له داعي وسبب فهو مخرج للمرأة لكي تخرج من عصمة الرجل. في النهاية نسأل الله تعالى أن يحفظ بيوت المسلمين، اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع القرآن قلوبنا تسمو بالإيمان، مع المرقى مع السفرة مع البررة لأعلى مكان، مع الذكر مع البشر مع الروح مع الريحان مع الدر